داود عفيشات هو فنان وممثل ومدبلج ومعلق صوتي ومخرج أردني. شارك في الكثير من المسلسلات الدرامية البدوية والقروية الأردنية، كما عمل الكثير من الأفلام والسلسلات الوثائقية، إضافة إلى أعماله المميزة في دبلجة أعمال الكرتون والرسوم المتحركة. من أشهر أعماله ومشاركاته الدرامية مسلسل وفاء وتضحية، مسلسل صراخ الصمت، مسلسل راعي الجود، مسلسل أيام عصيبة، مسلسل الصعود إلى الهاوية، مسلسل السيف والوصية، مسلسل تل الريشوني عام 1983، المسلسل الكرتوني الفواكه عام 1987، مسلسل راعي الصيت عام 1990، مسلسل تقادير الزمن عام 1990، مسلسل لقمة العيش عام 1991، مسلسل أيام العمر عام 1991، مسلسل العقاب والصقر عام 1994، مسلسل ستائر الصمت عام 1995، مسلسل راعي الجود عام 1995، مسلسل أخو شامه عام 1995، مسلسل جرناس والخرسة عام 1996، مسلسل زمن ماجد عام 1997، مسلسل الوهم والحقيقة عام 1997، مسلسل سماح عام 1999، مسلسل الأميرة فيروز عام 1999، مسلسل عودة متعب عام 2001، مسلسل اللعب مع الأشرار عام 2002. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.